لا يا سيدي، المكتب بتاعي لسه مخلص. هقعد في المكتب بتاعك من بكرة بقى. ماشي. انا هنزل دلوقتي يا دوب. يلا سلام. تعبت قوي لحد ما وصلت لك، عاوزاكي في كلمتين. وانا مش فاضيه لك. انا يا اختي فاضيه، تعالي. حتى لو انت مش فاضيه انا اقعد استناكي سنه وسنتين. اقعدي. خير يا نعيمه؟ اسكتي. مش انا هتجوز الشريك اللي سرق ابوكي؟ انت بتقولي ايه؟ او النعمه الشريفه زي ما بقول لك كده، عايز يتجوزني غصبانيه. ده مش كده وبس، ده كمان قتل الراجل اللي انا كنت متجوزاه. عشان كده انا عايزه انتقم منه، وان قدرت ادخله السجن. وجايه لنا ليه؟ اقول لك بقى، اصل انا الصراحه فكرت اروح لحسن بس خفت عليه. قلت عادل وريم وعصام ممكن ياكلوه وهو اهبل يعني، رغم انه عامل لي فيها سبع البرومبه. انت عارفه انه راح لعصام وعمل نمره قدامه وقعد يهت فيه زي الاسد، بس انا قلت دي حركه يمكن يكون بيجس النبض. حاكم الواد حسن ده نفسه يكبر ويبقى نمبر 1، عشان كده لا يمكن يعض الايد اللي هتتمدله ابدا. بقول لك يا نعيمه، جيبي من الاخر. من الاخر عجبتيني الصراحه بقى، انا قلبي اتفتح لك. ده انت شاطره وذكيه وانبه واشطر واحده في اخواتك، وغير ده كله بقى لففتي مروان ده حوالين نفسه وجبتيه على الارض. ده انت الوحيده اللي قدرتي تخلي عيله عبد الحكيم دي ما تسواش حاجه. فانا قلت يعني في عقل بالي، اللي خلاكي تعملي ده كله اكيد هتقدري تقفي جنبي وتنتقمي لي من عصام ده وتدخليه السجن. ده غير بقى ان انتوا فلوسكوا كلها ترجع لكم، وانا بقى ارتاح انا وابني اللي بيهددني بيه ليل ونهار ده. قلتي ايه؟ مش كنت تقول انك خارجة؟ كنت فين؟ كنت عند شهد. ليه؟ عشان تجيب لي حقي انا وابني. انا ليا ميراث بالملايين عند عيلة عبد الحكيم، زي جبريه وكريمه بالظبط. وبنت عبد الله بقى هي اللي هتجيب لك حقك؟ دي عقر انت ما تعرفهاش. اخواتها كلهم في كوم وهي لوحدها في كوم تاني، وهي بقى اللي هتجيب لي حقي بالقانون. ايوه بس برضو كان لازم تقوليلي. اديني قلت لك. كنت هتعمل ايه بقى؟ كنت هتقلب الدنيا وتجيب لي حقي؟ انا اللي هجيب لك حقك يا نعيمه. بأمرت ايه بقى؟ بأمرت حسن اللي جالك لغايه هنا وهددك وقالك ان في تار بينه وبينك، وان اللي موقفه بس هو مصلحته معاك. طب لما المصلحه دي بقى تخلص تفتكر هو هيعمل معاك ايه؟ يا خساره، كنت فاكراك اهم واحد، لكن طلعت زيك زي غيرك. تعرف عبد الحكيم زمان كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي لو لمحت الخوف في عينين اللي قدامك يعني هو مهزوز، يعني ملوش قيمه، وفي ناس تانيه هي اللي بتمشيه وتحركه. ننا 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 نامي وانا اتبحلك جوز حمامي. جوز حمامي ايه ده؟ انا عايزه اتبحك انت واخلص منك على اخر الزمن يا رب. قال انا قاعده لجبريه اعمل لها الكمادات عشان تبقى كويسه خدمت اهلك. انا بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا اختي؟ مالك بنت كريم؟ ايه اسجيني يا بت. عيني هتشبط ميه يا بت، هموت من العطش يا شبه. عيني سلامتك. سنديني. قومي اهو. قوميني يا بت. اهو سمي عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي المعافي يا رب. اسم الله يا اختي اسم الله. اسجيني يا بت. حاضر يا حبيبتي، خدي سمي وانت بتشربي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الميه تقف في زورك قادر يا كريم ونخلص منك. قلت حاجه يا بت؟ طبعا قلت يا حبيبتي،
قلت بالشفا تنزل على قلبك ترياء ان شاء الله وتبقي زي الفل. اشربي يا حبيبتي. اختي حبيبتي اختي حبيبتي امسك امسك امسك. حاضر يا حبيبتي. هاتي هاتي يا اختي. ها شربتي؟ شربت من الهنا والشفا. كريمه في حد معانا؟ عاوز اقول لك كلمتين. الملائكه وماله؟ بقول لك ايه؟ احنا لازما نكفر عن اللي عملناه يا كريمه. يا سلام. امال يا اختي كفاري؟ ده انت ذنوبك قد كده. بس ان كان عليا انا بفطه بيضه ما عملتش حاجه. كريمه جبريه جرائيه وليه؟ هي السخنيه اللي حست عقلك ولا ايه؟ احنا لازم نكفر عشان ربنا يرضى علينا. استغفر الله العظيم يا رب. يا حبيبتي ما احنا زي السمنه على العسل. يعني عايزاني اعمل ايه بالظبط؟ نعترف بذنوبنا بس عشان ربنا يسامحنا. يا ليله سودا ومطينه بطين ناشف. نعترف بذنوبنا؟ ده احنا كل واحده فينا عندها ذنوب قد كده اهو. الله في سماه. لو اعترفنا بذنب واحد بس هنتشيني بدل المره عشره. لا يا اختي بعد الشر علينا. ان شاء الله اللي يكرهك يا اختي ويكرهني. اقول لك نطعم الغلابه. وماله يا حبيبتي؟ من عندي زاد والعندي ميه. من بكره الصبح هعمل لك علّة فول نبت قد كده واكل البلد كلها. لا بلاه النابت اقول لك نبني مدرسه. وماله؟ نبني مدرسه يا اختي ونسميها مدرسه جبريه للاخلاق العميده المؤدبه. ادخلي معايا فيها شراكه ونسميها مدرسه جبريه وكريمه. لا كريمه وجبريه. جريك ايه يا وليه؟ في ايه على الصبح؟ ما احنا لازم نتبرع بفلوسنا دي عشان ربنا يسامحنا. يا ليله بيضة انت عايزانا نتبرع باللي عندنا؟ ده ملايين يا اختي ملايين. نتبرع بيها ازاي؟ انا عندي فكره. ها نطلع نهج عشان نغسل ذنوبنا كده وربنا يغفر لنا ويرضى علينا. صح. ولما نرجع كده ان شاء الله الناس تنادي وتقول لنا حاجه جبريه حاجه كريمه. حلوه. هيقولوا الحاجه كريمه وبعدين الحاجه جبريه. خلاص يا اختي من بكره هقول لمروان يحجز لنا على الحج. انا وانت هنركب طياره واحده والنبي صعبانين عليا اللي في الطياره. تصدقي؟ بس يا حاج بس لسه ما حجناش يا جبريه. بقول لك ايه؟ تعالي يا اختي ريحي. تعالي تعالي. اسم الله اسم الله عليك. يعني ربنا موجود يا رب يا اختي. ربنا موجود يا اختي يا رب يا اختي.